أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وننتقل هذه المرة إلى سوق اليوم. نشهد فيه التحركات القوية، وحتى خلال هذا الأسبوع بعض المفاجآت التي نشهدها اليوم هو الاسترليني عند مستويات 1.53، وأيضا المفاجأة الأخرى هي اليورو يقترب من مستويات 1.10 في ظل الضعف الذي نشهده في العديد من هذه الأرقام، وحتى ربما تخيب بعض التوقعات. على كل نستضيف اليوم في الاستديو السيد أفرامس ديسبوزيت، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لتريد بيديا. أفرامس أهلا بك. هلا. لنبدأ من يعني القوة الاسترليني اليوم في ظل ربما تراجع في أداء النمو الاقتصادي كالأرقام التي أخذناها مؤخرا في الجي دي بي، في ظل الانتخابات المقبلة في بعد حوالي 9 أيام فقط، يعني بعدة مؤشرات ربما سلبية بالنسبة للجنيه الاسترليني الباوند. كيف اليوم نشهد هذه القوة؟ أو على ما أعتقد أفرامس أنت لا تقتنع في هذه اللهجة كثيرا التي أكلمك فيها، تقتنع في أمور أخرى. يعني كيف نقرأ الأجواء اليوم؟ Very good question. Thank you. هذا سؤال وجيه. Okay, شكرا so على هذا السؤال. كما قلت هناك انتخابات في لندن. لا أعلم متى ستحصل هذه الانتخابات. كمحلل تقني نحن ننظر إلى الرسوم البيانية ونجعل الأسواق والرسوم البيانية تخبرنا الاتجاه، لأنني كمحلل تقني أؤمن بأن الأسعار تأخذ كل الأخبار بعين الاعتبار، وبالتالي يأخذون الأخبار الاقتصادية والسياسية ويحتسبونها في الأسواق، وهذا الأمر طبعا يأتي من المعلومات الخفية التي يعلمها بعض الناس التي تعلم. هناك معلومات يعلمها الناس بطريقة غير شرعية، لكن هناك أيضا معلومات متفاوتة لا يعلم بها الجميع، وهنا يأتي دور قراءة الرسوم البيانية، وقراءة الرسوم البيانية تجعلنا نرى ما هو متوقع لدى المستثمرين وكيف يتصرفون. أنت تتكلم عن الاسترلينغ. الاسترليني أعطانا إشارات، هلا وضعنا على الشاشة المؤشرات. ما حصل في الآونة الأخيرة هو أنه كان لدينا انتعاش قوي في الدولار مقابل كل العملات الأخرى، لكن هذا الانتعاش توقف لفترة، وهذا الأمر نراه على جدول أو على الرسم البياني. كان لدينا مؤشرات منعكسة لشراء الاسترليني من 1.47، واليوم عندما فعلت الرسم البياني كان عند 1.53. الرسم البياني على الشاشة هو على المدى البعيد الذي يظهر تراجع الأسواق، والآن هي تحاول أن تثبت نفسها قبل الارتفاع. نتوقع على المدى القصير أن تواصل الأسواق ارتفاعها، ونحن نستهدف 1.54 أو ربما 1.56 أو 1.58 حتى قبل الانتخابات وحصولها. هذه توقعاتنا على المدى القصير للاسترليني، لكن ذلك لا يغير النظرة البعيدة المدى بأن الدولار سوف يقوى في الأشهر المقبلة. شاهدنا بعض القوة لليورو أمام الدولار يعود للارتفاع لأعلى مستوياته تقريبا منذ 3 أسابيع. يعني هل هذه القوة مكتسبة من ضعف الدولار ترقبا لنتائج مباحثات الفدرالي الأمريكي أم ماذا؟ هل هناك اجتماع الاحتياط الفدرالي الليلة؟ مرة أخرى، بما أن اليورو يرتفع ولدينا احتياطي فيدرالي، طبعا أنا لا أتجاهل الأساسيات، ما الذي تسبب في انتعاش الدولار هو التوقع برفع معدلات الفائدة. الجميع يتوقعون للفائدة أن ترتفع، أما معدلات الفائدة في أوروبا فسوف تظل عند مستواها أو تتراجع، وهذا الأمر أدى إلى انتعاش أو رالي في الدولار، وهذا الأمر رأيناه مؤخرا.
ولكن بخصوص المؤشرات قصيرة الأجل في اليورو ومع توقع الوصول إلى الحد الأقصى 1.10 في اليومين المقبلين، إذا كسرنا هذا الحاجز فسننتقل إلى 1.13 أو حتى 1.18 في اليورو قبل أن يواصل هبوطه البعيد المدى لينخفض إلى ما دون التعادل مع الدولار الأمريكي. هذا هو توقعنا، ولا أعلم مدى تطابق هذا الأمر مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الليلة أو مع موضوع اليونان الذي طرح في الصحافة مؤخرا، لكن الواضح أن المشاركين في الأسواق يتوقعون أن يحصل لدينا ارتفاع. إذن لدينا سيكون لدينا ارتفاع في الوقت الحاضر وسوف يضعف الدولار وسننتقل إلى 1.13 وربما أن نصل إلى 1.18، لكن لا شيء سيتغير في التوجه البعيد المدى لليورو وهو كسر حاجز التعادل وواصلت الهبوط. طيب وحتى الأسترالي أفرامس، وأرجو باختصار. حتى الدولار الأسترالي، الدولار يضعف حاليا وبالتالي الدولار الأسترالي يرتفع. التوقع للأسترالي هو أن يواصل ارتفاعه وأن يصل إلى 80 سنتا، واليوم اختبرت أو كما ترون نحن نستهدف الدولار الكندي 1.19 على المدى القصير وقد يصل حتى إلى 1.16 1.17 بالنسبة للدولار الكندي. إذن على المدى قصير نتوقع ضعف الدولار أن يتواصل. طبعا كل الأخبار الواردة يمكن أن تغير هذا الاتجاه بسرعة، لأن المدى البعيد بالنسبة للدولار هو لا زال انتعاش قوي، وبالتالي على المدى القصير يجب أن يكون المتداولون حذرين وأن يكونوا حذرين في إيقاف أوامر الخسارة، لأن التوجه العام في السوق هو دولار قوي وهذا الأمر قد يستمر ويتواصل في أي لحظة. فإذا الخلاصة التحليل التقني اليوم تقول بأنه هذه الارتفاعات التي نشهدها لمعظم العملات الرئيسية أمام الدولار هي فقط محدودة الوقت، ولكن يبقى الترند أو الاتجاه بالنسبة للدولار هو صعود. على كل أفرامس أشكرك على هذا التحليل، وطبعا سيكون إن شاء الله لدينا لقاءات أخرى للتحليل أكثر عن أداء أسواق العملات. أفرامس ديسبوزيتس المؤسس والرئيس التنفيذي في تريدبيديا، شكرا لهذه المشاركة. Thank you very much. نذهب إلى فاصل قصير.